اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قالت سمعت فاطمة أنها قالت نعل علي أبي رسول الله في بعض أيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليكم السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذ بك بالله يا بتاه من ضعفي فقال يا فاطمة أعطني بالكساء يماني فاختيني به فأتيته بالكساء يماني فاختيته به وسرت أنظر عليه فإذ وجهه يتنضع كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت فما كانت إلا سعد فإذ بولد الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا عمه فقلت عليكم السلام يا قرعة عيني وثمرة فؤادي فقال يا عمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحن الكساء فقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتظن علي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليكم السلام يا ولدي ويا صاحب الحذاء قد أذنت لك عن الفضل فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليكم السلام يا قرعة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنهم رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدن الحسين نحن الكساء وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا من اختاره الله وتظن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليكم السلام يا ولدي يا شعبي أمتي قد أذنت لك فدخل معهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عندك ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليكم السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم حاه وما ولديك تحت الكساء فأقبل لي نحن الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله أتظن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليكم السلام يا أخي ووسيي وخليفتي وصاحب اللواء قد عزمت لك فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد.
محمد وآل محمد. ثم أتيت نهل الكساء فقلت والسلام عليك يا عبده يا رسول الله، أتظنون لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليكم السلام يا بنتي وبزعتي، يا قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ عبي رسول الله بطراف الكساء وعماه بيديه يماني إلى السماء وقال اللهم إن أولي أهل البيت وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمعهم دمي ويؤلمني ويؤلمهم ويحزنني وأن يحزنهم أن حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وعذب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكة ويسقان سماوات إني ما خلقت السماء مبينا ولا عرض مديها ولا قمر منيرا ولا شمس مزيئا ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محباته لا خمس الذي هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل البيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وعبوها وبالحة وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتظن لي أن أحبت إلا العرض لكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله يا علي العلا يكرئك السلام ويخصك بالتحيات والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبينا ولا أرض مديرا ولا قمر منيرا ولا شمس مزيئا ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لعجلكم ومحباتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تعزنا لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليكم السلام يا أمين وهي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لعبي إن الله قد أهوى عليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي العبي يا رسول الله يخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل إن الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذين بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة النجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جميع من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم رحمة وحفت بهم من ملائكة واستغفرت لهم إلا أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فوزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال عبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيعا ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جميع من شيعتنا ومحبين الفهم وفيهم محموم إلا فرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا تعلو الحاجات
إلا وقضى الله حاجاته. فقال علي عليهم السلام: إذن والله فوزنا سعدنا، وكذلك شيعتنا فوز وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على